هذا لمحة ولقطة وبصمة جميلة عن مدينة وفات. هذا جسر الشهداء، هذا جسر الشهداء وخلفه تحديدا المدرسة الأثرية، المدرسة المستنصرية الأثرية، وهنا دار القشلة، مركز الحكومة الملكي القديم. وبعد القشلة تأتي بعض الأسواق الشعبية الجميلة، وبعدها منطقة الميدان أيضا تحوي على بعض المحلات الجميلة، وهذه الأسواق معروفة، وهذه نظرة نهر دجلة. هذه لقطات من تاريخ العراق الجميل، لقطات من أرشيف العراق الجميل، وهذه هي المنطقة الجميلة الراقية الحبيبة بغداد التي شهدت ما شهدت من أيام جميلة وأيام صعبة. الله يحفظها ويحفظ أهلها ويحفظ العراقيين أجمعين إن شاء الله. بجولة نهرية بسيطة، أنه نعبر من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. هذا جسر الشهداء والذي خلفه جسر الجمهورية. Done.